ويلفه الكثير من الغموض بعد عودة موجة الحراقة. الحديث عن الحراقة الجزائريين المفقودين في تونس وغيرهم ربما في دول أخرى، لكننا نركز على قضية الجزائريين المفقودين في تونس والحديث عن وجودهم أيضا في السجون التونسية. حديث عن منذ 10 سنين أو ما يزيد 1250 جزائري غادروا سواحل عنابة باتجاه تونس ومنها إلى إيطاليا. عن مصيرهم، هناك من قضى نحبه وهناك من هو الآن على قيد الحياة في سجون تونسية نجهل مصيره. أستمع وإياكم إلى بعض الشهادات وبعدها أستقبل ضيوفي أو ضيفتي في الهاتف أو عفوا في الاستوديو. ما تقلبت فلوكها ما هو والو، وليدي شوف راه ما عبطينو ولا شوف كيش ما داروا له، ما قتلوا قاسوا في جهه واحده اخرى. هذا ما كان عاملي ميساج في الفيسبوك، ميساج في التليفون، كاع يشهدوا على وشنو حكايته، كاع يهضر غير على لافينير. جامي حاجه جامي جبدها لي على حاجه واحده اخرى، يهضروا واش نديروا واش راح نديروا الدار كيفاش نخمموا، يخمموا وقتاش نعاقدوا امور الفتحه شحال ما سمعنا عليهم حتى خبر. للان كل يوم نروحوا لامارين نهار كامل من الصباح لليل وحنا نستناوهم يرجعوا لاولادنا يا حيين يا ميتين. مينار وغربها مول الفلوك ومول الموتى، نطلبوا من السلطات ونطلبوا من الحكومه ونطلبوا من الصحافه، المهم يوقفوا معنا، المهم يوقفوا معانا يوجدون اولادنا يا ميتين يا حيين. السلطات تحوس على اولادنا ولا نحن راح نهزوا انسان وننزل واحد نشرف لا يكون نروح نحوس على اولادنا. اهلا من جديد، ارحب ايضا بضيفتي في الاستوديو، سيده ملكي سوريا الامينه الولائيه لترقيه المواطنه وحقوق الانسان. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك ايتها الكريمه. شكرا. ومعي ايضا حده عزازقه، اهلا بك. هي عايش. ام احد الحراقه المتواجدين الان بتونس. بيك مرحبا عايش. بك شرفتينا. نبدأ معك سيدة ملكي سورايا، ربما اللي عمره ما سمع بقضية الحراقة الجزائريين اللي خرجوا من عنابة وهم الآن في تونس، لو تختصري له القصة تحكيها له ماذا بنا نسمعه. أولا القضية هي قضية أولادنا الحراقة المفقودين بالسجون أو المفقودين في تونس. نعم. نقول المفقودين في تونس. نحن جمعنا عدة أدلة تثبت وقد أثبتنا أن أولادنا راهم بالسجون التونسية. نعم. عندنا 500 حراق جزائري توجهوا إلى إيطاليا من عدة أماكن، بعنابة، من واد بقرات، من سيدي سالم، هذوما كامل كانوا متوجهين إلى إيطاليا. لكن اللي عطب في المراكب او تعطل في الجي بي اس نتاعهم، هذا جنحوا الى جنحت القوارب نتاعهم في الاقليم التونسي. لكن لما دخلوا في الاقليم التونسي اولادنا ما ظهر عليهم حتى شيء، رغم ان بعض الناس وبعض الشهادات الحيه، عندنا كذلك تسجيلات، عندنا جريده الخبر، جريده كل الجرايد تكلمت، حتى الاذاعات التونسيه تكلمت باللي السلطات التونسيه القت القبض على حراقه جزائريين. وهذه الصوره تبين هاو الحراقه الجزائريون في قبضه شبكات متاجره بالبشر، لكن هنا نشوف في ولادنا راهو قابضين عليهم رجل من امن تونس. اذا نحن نتساءل هؤلاء يقبضتوا عليهم وينهم؟ هل تحاكموا؟ لو تحاكموا سنوات عده، 5 سنين، احكمتوهم 3 سنين حكم قضائي، خلونا نشوف اولادنا ما دام عندهم حكم وتقبضتوا عليهم سواء انهم دخلوا في الاقليم التونسي. وعندك محضر قضائي يفيد بانه سيتم اطلاق سراح هؤلاء الجزائريين الموجودين في ما كانش اصلا اصلا ما كانش لما لا. تروح للسجون التونسيه او تتكلم مع السفير بالجزائر يقول لك السفير الجزائري بتونس ينفي نفيا قطعا باللي لا يوجد اي حراك في السجون التونسيه. لكن انا عندي ادله وعندي ادله قطعيه باللي ولادنا في السجون. هو يا عمي بوخدنا، عمي بوخدنا راهو تخلى السجن بلاريجيا وراهو شاف ملفات. خلينا نحكوا على بوخدنا وهو والد حراق. نعم
الحراقة الموجودين كما تقولين بسجون التونسية. لكن خليني نولي السيدة حدا. سيدة حدا، أنت وليدك بلال واحد من هذا الشباب اللي خرجوا من عنابة. نعم. وراحوا لتونس، احكي لي وقتاش راح على تفاصيل كيفاش قضيتي تتقصي اثاره ورحتي مشيتي خطوه خطوه مشاها بلال ولحقتي وعرفتي انه مازال حي وراهو بصحته وراهو في تونس. والله يعني انا كنت مشني ما عباليش ما علمتش بالهجرة تاع ولدي. ونهار اللي علمت أول يوم قريت في الجنوبية صرحت بهم الجنوبية والحنا بعل باللي 8 حراقة جزائريين. وش من عام هذا؟ 2016 2 فيفري 2 فيفري حطوهم في الإعلان باللي هادو الحرس السواحل التونسية تلقى القبض على 8 حراقة من جزيرة جزائرية. هو النهار هذاك اللي ولدي علموني به باللي ما بانش. جريت رحت لتونس حكمت هذا في هذا هذا في هذا. القنوات التونسية قالت انه 8 جزائريين على قيد الحياة. صرحت على قيد الحياة. ومن بعد النهار حطتها من بعد بعد كتبتها النهار. احنا يعني قلنا ولادنا في تونس رحنا جرينا خشينا. انا اول وحده دخلت سجن بلاريج عمي ميلود بخدنا وانا دخلنا السجن. ملازم الاول بفمه بعظمه لسانه قال لي كيما نعتلوا الباسبور تاع ولدي جو السفر كيما شاف مع الصوره قال لي هذا موقوف عندنا موجود موقوف. قلت له سامر بلال؟ قال لي سامر بلال. اكد في الجواز السفر وقال لي سامر بلال موجود عندنا موقوف هوني. اعطيني الصوره من فضلك يا سيدي. شكرا. تفضلي كملي. قال لك انه بلال موجود في تونس في بلاريجه موجود عندنا في السجن موقوف. قال لي برا خود جيب لنا رقم تسجيل. قلت له منين رقم التسجيل؟ قال لي رقم التسجيل راكي دوك يعطوهولك في الـ في في الـ في السجن في دار الشرع في دار الشرع في المحكمة في المحكمة باش نروحوا للمحكمة. احنا حكمنا براج البراج هذاك للتانا بالهضرة وما حبوش يخليونا نجوزوا هذه أول مرة رحتي فيها لتونس؟ لا 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 بعد قبل فكرتها ورحنا للسفاره الجزائريه ما حبتش تتقبلنا ما حبتش تتقبلنا خلاص السفاره وجابونا التوانسه وحتى بالسلاح وقلنا لهم هذا احنا بعد ما وصلتي للسجن وقالوا لك لازم تدي رقم باش تقدري تزوري رقم تزوري ولدك. رحنا تم الباب طول قالوا لنا ولادك مش موجودين. قلنا لهم شكون علمكم باللي احنا جينا على رقم تسجيل؟ من الباب قالوا لنا ما فيش رقم تسجيل مش مسجلين ولادكم. لكن كان معاك والد لا شاب واحد لا لا بخدنا لا كان يدخل. كان معايا باب تونسي جمال بسجون تفضلت انا حراق باباه راح معانا امه تبكي وتعيط تقول عيطوا لنا بالهاتف وقلتوا لنا باللي اللي راهم بري موجودين شمعنا بدلتوا الحديث تاعك. هنا تتحدثي لي انت شاهده عيان كنت زرتي احد السجون التونسيه وكانوا ناس قالوا لك بلي وليدك حي يرزق حتى كان واحد بالسجون مسجونين كان يعمل في الشغل تاعو يفرح هكاك كي خزرت معاه وقلت له على الصوره هذه بعد صغيرة في يدي قلت له هذا موجود هوني نعمل له في يدي قال لي هك زدت تعودت له قلت له هذه الصورة موجودة هوني قال لي هك موجود بكيت وخرجت قلت ولدي موجود نبكي ونعيط وقول ولدي موجود هوني ولدي مش مفقود ولدي موقوف مش هما بعدها حاولتي تشوفيه حاولتي توصلي حاولت نوصل تلاقيت عبد المنذر قفريشي قال لي موجود ولدك موجود هوني في تونس. قال لي موجود في السجن بس ما قاليش وانا سجن ما عطانيش معلومه على السجن.
السيدة سورايا، أنت عندك نعم. معلومات أخرى تفيد بأنه بلال موجود في سجن زارو والد أحد الحراقة الآخرين. السيد بوخلنا بناء على معلومات جاتنا من المرصد الدولي لحقوق الإنسان حسني المرعي، وكذلك رئيسة المرصد الدولي لحقوق الإنسان بتونس، كذلك السيد حمامي نسيت السياسي نتذكر الاسم نتاعو، هادوما بناء على كثير الماجري هادوما يعني تأكيدات كل تقول بلي هادوما الحراقة هادوما الثمانية خاصة الثمانية هادوما راه موجودين فعلا بالتراب التونسي. كل الأدلة تقول لنا هذا الشيء. وش نأكد اني عمي بوخذنا راهو دخل السجن بالاريجيا ويبحث على ولده وعنده تأشيرة على البطاقة الهوية متاعو بلي راهو دخل، نتأكد بلي دخوله للسجن، خرجوا له حراقة جزائري لكن مش ولده، قال له هذا ولدي ربما للتمويه او ربما لأغراض اخرى سياسية، هذا ولدك؟ قال له لا مش ولدي. ينتقل الحراق هذا السجين الجزائري قال له عمي رابح وانا ولدك هو معايا في نفس الغرفه في السجن. بعد حبوا يخرجونا لانه ديما يستعملوا معنا العنف في تونس، خرجوه بالقوه لكن هو اصر انه يشوف ولده ومتاكد كل تاكيد لان يعني كان معنا واحد دليل اكد لنا باللي هنا الثمانيه الحراقه الموجودين ومنها ولد خالتي حده. دخل اصر عمي بخدنا فعلا، جاه ملازم او قياده في السجون قال له تفضل وصف لي السجن، عنده الساعه اليوم التاريخ، دخل السجن جبد له ملفات الحراقه. قالوا هذا الملف الاول فيه زوز، قالوا هذا ابنك قالوا لا، ملف الثاني ثلاث فيه ثلاث حراقة، هذا قالوا لا. حب عمي بوخذنا انه يقرا الاسماء، منعوا من قراءه الاسماء، قالوا ولدك غير موجود في الامان تفضل تخرج. وفعلا خرج بالقوه. لما خرج عمي بوخذنا من سجن بلاريجيا اتصل بالاهالي، اهالي الثمانيه هادم، اعطوني الصور نتاع اولادكم، اعطاته خالتي حد، اعطاه عمي عمار صايفي، اعطاه تونسي جمال التونسي، اعطاه فياله سجني تامر بلال، هادو يعني مرداسي. لما شاف صوره مرداسي محمد امين فعلا، هذه الصوره لما نعطوا له قال له هذا موجود. بتيت اسماعيل موجود، زيدي عادل موجود، وزيدي عادل راهو خرج ويقولوا باللي راهو خرج وكان عنده الام بالرجل نتاعو، صيفي اسامه وعمي عمار ياكد ونعتلو قال له ولدك راهو بالسجن وعمي بوخدنا راهو حاضر، وهدرها في المحاكمه نتاع مرصد الدولي لحقوق الانسان لما القي عليه القبض، الان راهو بالسجن في بوزعروره في عنابه، وغدوه المحاكمه نتاعو. تامر بلال وهو ابن خالتي حده وتونسي وليد، هذا اكدهم باللي راهو شاف الملفات هذه في السجن. كذلك المرصد الدولي حسني هذا راهو اتصل بال، وقد كل كلفته هذه السيده ريم حمدي كلفته بالتقصي والبحث عن المساجين الجزائريين، وتبنوا القضية الحراقة الجزائريين لأسباب ولأغراض، تبنوها يأكدوا فعلا باللي أولادنا طيب. راهم موجودين. خليني نعاود نولي للسيدة حدا. سيدة حدا، اليوم أنت عندك أمل أنه بلال راهو في السجن في تونس، وهذا الامل خلاك تمشي مراه، وفي كل مره تلجئ الناس تروحي لهذا، وربما هذا الشيء خلاك تتعرضي للاطماع بعض الناس، ربما ابتزازات ناس يقولوا لك. والحاجه اللي زادت الامل ديالك كنت قلتي لي قبل المباشر انك تتلقاي اتصالات من ارقام تونسيه في كل مره. يوميا اتصالات من الارقام التونسيه، قدمتها حتى في السجن تاع بلاريجيا، قالوا لي اذا تم مؤسسات ما نقدروش نعطيوك المعلومات الكافيه، ولكن رحت انايا الاتصالات ترفضي تقولي الو؟ الو ما يتكلموش يسمعوا صوتي، نولي انا نقول بلال ولدي راني عم بالي بلي حي،
عم بالي بلي ممكن مديتي رقم الهاتف تاعي باسكو كنا نمشيو رقم هاتف واحد انا وياه. هذاك هذا هو رقم الهاتف نمشي انا وياه. اكيد ولدي حي، اكيد ولدي في تونس. اكيد شوفي 100% ما عنديش 90% ولا 70% كما يقولون، بصح انا نقول 100% ولدي حي يرزق. ولدي حي يرزق. ما تخافيش يكون املك ربما قوي فوق اللازم وهذا الشيء يخليك تدي خيبة أمل كبيرة؟ لا إن شاء الله، إن شاء الله نطلب على السلطات الجزائرية يشوف لينا بوتفليقة. إحنا أمهات، إحنا رانا أمهات حيين أقول لنا. أنا رانا نقول لك ولادنا وراء القضبان، يعني شوفي ولادنا راهم موجودين في تونس. تحرك بوتفليقة، تحرك قبل ما يفوت الأوان على ولادنا. ولادنا راحوا، تونس يد ماهيش يد فيها أمل. بصح لو كانت تتحرك السلطات الجزائرية تعمل حل ولادنا، ربي يسترك أبو تفليقة وربي يعيشك ويحيا كل السلطات الجزائرية. ولادنا ولادنا راهم يعانيو، راهم يعانيو وإحنا نعانيو وإحنا أمهات. لا عندنا لا فرحة عيد ولا فرحة رمضان ولا فرحة. أنا جيت صايمة باش ندعي باش ربي يقبلني إن شاء الله. نتمنى تكون هذه الرسالة وصلت سيدة حدة. أمين على كل. أعود إليك سيدة سورايا، اليوم تشوفي سيدة حدة وغيرها من الملفات، أنت عندك 52 ملف من بين الملفات اللي تقولوا أنه هاد الأولاد مازالهم حيين وعلى بالنا باللي راهم في تونس في الأراضي التونسية حتى ما نقولوش في السجون التونسية. سيدة سورايا ما نخافوش نمدوا أمل كاذب للناس هادو؟ أنا ما نخافش نمد أمل كاذب. علاه؟ لاني عندي ادله. لما نجيب لك انايا من المكتب للاستاذ منجي العيساوي العدل المنفذ، نجيب لك مكالمات هاتفيه. ما ننساوش باش نقولوا باللي هؤلاء الحقوقيين التونسيين او بعض ذو النفوذ في السلطات او حتى في السجن، كاين اللي دي غارديان عاونونا في السجن واكدوا لينا باللي كاين ولادكم. المكالمه هذه مع نتاع السيد منذر القبراجي مع احد المفقودين يتكلم معاه، وش يقول له؟ مع احد ذوي المفقودين. ما هو المطلوب؟ هو طلب 25,000 دينار تونسي مبدئيا، وعند تسليم تكملوا 15,000 دينار، وستستلمون صك ضمان للمال مثل باقي الجماعة، وبالنسبة للإجراءات بين 30 و40 يوم بإذن ربي. ونأكد لك هذا باللي خلتي حد عن بالي، خلتي حد عليها ما حبتش تهضر الكثير، خلتي حد وعندها الصك هذا، أو عندها الصك هذا، أو عندها وما حبتش تسلمهولي خايفة، أو عندها الصك هذا، خلتي حد ودفعت المبالغ المالية. لكن الله غالب، هذو من سعفهم الحظ جابهم. لكن يقدروا يكونوا هذو ناس مقربين. راهو المنذر القفراجي راهو عدى في حصة كاميرا كاشيك غير ما خرج من السجون التونسية. وراهو المنذر القفراجي الناس كلها تعرفوا في تونس. وعندي حتى نكمل لك فقط على السريع. يقول له هي بالجزائر 300 مليون وهذا المبلغ كبير بالنسبة للإمكانيات متاعي. وش يقول له؟ مبدئيا اعطيني 25,000 وبالنسبه وش يقول له؟ يقول له نجيب لك الصبار. بس حاجه واحده، اعطيني مبدئيا بركة اكد لي باللي راهو خويا في السجن. وش يقول له هو؟ الصور في السجون غير ممكنه، ممنوع دخول اهل التصوير اخي، لكن راني نضمن لك نعطيك ضمان بنكي مسجل في البلديه. طبعا خلتي حد هذا. بعد وش يقول له؟ نعطيك باللي فعلا كاين حراقه ليومنا هذا. والدين لما ما لقوش السلطات تساعدهم راهم يمدوا في التراب ويسلموهم في اولادهم من تحت لتحت. يقولوا شكرا، انا جلست مع صديق قادر على تسليمكم ابنكم بطرقه الخاصه، وكان سابقا نجح في تسليم 4 حراقه جزائريين لعائلاتهم، وفله نفوذ كبيره في الدوله التونسيه. هذا الانسان كن جاي خاف الانسان هذا، وما يعطيكش أو ما يعطيكش الرقم الهاتف نتاعو المنذر، وهذا رقمي في تونس. وخلتي حد راهو عندها الرقم تتصل به يوميا.
خالتي حد، واؤكد لخالتي حده باللي ولدها راه حكم عليه 5 سنوات سجن، وراه كسر له وكيل الجمهوريه، وراه راح يشارع وزاد عطاء امل. وخالتي حده رايحه لتونس، خالتي حده رايحه لتونس، وعلاه لتونس؟ لانه راه وعدها باش يمد لها تشوف ولدها. لكن لما يشارع ما تقدريش تشوفيه في المحكمه من هذا هو بيت القصيد. علاه هم الان موجودين في السجن باسمائهم الحقيقيه ام باسماء اخرى؟ مادام ما خلاناش الضابط نقروا الاسماء، لكن ما دام كاين الصوره، كاين الصوره من غير اسم. لا ما خلاش عمي دردين الاسم يدير الاسم. كذلك نحب نطرح قضيه اخرى سيدتي، قضيه المتاجره، او نخليك تساليني بعد اسئله اخرى؟ لا انا كنت اود ان اطرح سؤال بخصوص ما تلقيتموه من الانتربول حول الجثث اللي تم العثور عليها باسبانيا، وقيل لكم او لوالده احد الحراقه انه تم يعني التعرف على البصمه العشاريه، لكن لم تتمكن والده الشاب من رؤيته ودفنت الجثث. دفنت الجثث، إذا وجينا لهنا أنا والمحامية لياني وهيبة زوجة حمادي، هذه محامية لدى المجلس بقضاء عنابة. قرينا، جاتنا السيدة هذه صياد عقيلة لما سمعت بينا باللي رانا قاعدين نجمعوا في معلومات حول الحراقة الجزائريين، جابت لنا ملف ولدها. لكن نحن لما قرينا بين محضر إثبات التبليغ من عند الانتربول، وقرينا التصريحات مع نتاع السيده عقيله، ولدها راهو خرج 7/6 لا انا بتاريخ 24/5/2017، لكن الانتربول لما تتصل بها بعد دراسه البصمات العشريه وتقولها راه ولدك، وهما 5 حراقه هما جنحوا من 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 عنابه، واش مديهم لاسبانيا؟ المستحيل. لكن لهنا نحب نفهم، يعني طريق طبيعي انه اللي يخرج من عنابه يروح لايطاليا، ما يروحش لاسبانيا، ما يروحش لاسبانيا، واش مدير اسبانيا؟ لكن الانتربول نحب نهضر مع نحن طلبنا لقاء مقابله للانتربول. الطفل راه ما راحش في 2016، الطفل امه راهي تاكد لنا باللي راح في 2017. في لا متاسفه 2017، نعم 2017، 2017 هما في 2016 يقولوا لنا لقينا الجثه والبصمات العشريه تثبت باللي راهو هذا الشاب هذا هو اللي عوادي سمير. لكن احنا يا سي عوادي سمير، راهو عوادي سمير راهو حي حي، يعني هذا اللي مات راه ماتوا في 2016. نعم. لماذا التضارب؟ وكيفاه لقيتوا البصمات العشريه تثبت باللي هذا؟ طبعا قالت لهم، لقيتوا ولدي، اتصلت بها ضابطه قالت لها راه ولدك دفناه. قلت له علاه دفنتوا لي ولدي؟ او عندي خويا في المانيا يجي يستلم الجثه. قالت لها لا تعفنت، كيفاه الجثه؟ هذم الجثث عام كامل وهما في لامورغ، ولما تلقي له الوالد نتاعه والاهل نتاعه وتقولي لهم انا دفنا الجثه؟ لهنا ما فهمناش. انا كحقوقيه وكوكلت محاميه السيده لياني وهيبه على المساعدات في الملفات قضائيا ما لقيناش الحلول. زيد حدا ما صراش معك هذا الشيء؟ واحد ما قال لك اسفه على السؤال، واحد ما قال لك انه وليدك توفى؟ ما جت اسفه على هذا السؤال. لا معليش، كاين كي وصلنا لتونس كاين فما تونسيين يقولوا ماتوا بصح ما قالوش ولدي، يقولوا الحراقه يموتوا، قالوا حتى كاين حارس في طبرقه يلقى الجثث ويدفن فيهم، خاطر يعيط السلطات التونسيه يقول لهم لقينا الجثث، اني جيت الجثث وما دفنتوهم، ما جيتوش ديتوهم، راني دفنت وحطيت عليهم علامه. بصح ما راحتش السلطه التونسيه باش تتفقد هذوك الجثث جزائريين ولا من غير جزائريين. جيد. انا رحت المستشفى تاع تبرقه واحد 3 شهور درك مني رحت، قدمت لقيت واحد قلت له عندك ياسر انت تخدم هنا؟ قال لي عندي ياسر نخدم هنا. قال لي سؤالك واش؟ قلت له كاين حراقه جابوهم 2 فيفري وريتهم له في الصوره في 8، شاف معاهم قال لي ادم جابوهم عندي، قال لي ما قريتيش لبرا كي دخلتي ما شفتيش باللي ماهوش مستشفى؟
قلت له لا ما تولهتش. قال لي هذا مستوصف. بصح الدراري كي جابوهم هنا واحنا بعثناهم للمستشفى تاع طبرقه. قال لي كيما قال لي برا المستشفى تاع طبرقه يقولوا لك يعني دراري وين جابوهم حيين. قال لي جابوهم حيين، ربعه تاعبين وربعه لا. جيد. سيدة سرايا، هاد الشهادات اللي ممكن انه الواحد يعتمد عليها، هل يمكن ان تقدم لدى السلطات الجزائرية؟ وانا اعلم انه هناك ملف سيطرح لدى وزارة الخارجية غدا بحول الله. هما اللي طلبوا منا، انا تمنيت انك تعدي. اكيد سنتحدث. هذه المتاجرة فعلا، ولادنا رامي لما يتوهوا في الاقليم او يدخلوا بالخطأ في الإقليم التونسي، راهي كان السيدة هذه الرومانية بها بابنتها وزوجها لما دهموها في رومانيا، يعني ولادنا، وهي تأكد باللي راو هدية السيدة لما دهموا ودخلوا لبيتها في أحياء شعبية، وجدوا ولد عمي زيتيوي. الصورة معك. والسيدي ها هو، هذه الرومانية وترجمنا للعربية، هذه السيدة راي تقول باللي معظم اللي تاجرت بهم وتباعوا لي من عند تونسيين وهم راهم جزائريين. كلام خطير جدا. هذا راهم في السيدي، ما جبتوش من عندي يا سيدة. وراو عيطوا نقلا عن قناة رومانية. طبعا نقلا عن قناة رومانية. انتظري دقيقة لا تلزم فقط. إلا أصحابها الكلام. لا يلزم إلا أصحابها. سيدتي دقيقة فقط، دوك نجبد لك القنوات هاتفيا. أورونيوز، أورونيوز عن مجموعة الحراقة وشهادة عارفنا ابنه، زوز قنوات رومانية. نعم متأسفة. دقيقة فقط. ايه اورونيوز والرسمي. اورونيوز نقلت الخبر من قناة رومانية بعد القاء القبض على سيدي جي تي 24. هذه بعد القاء القبض، خليني حتى نوضح للمشاهدين. نعم. انه السلطات الرومانية القت القبض على سيدة وابنتها تتاجر وزوجها يتاجرون متهمون بالاتجار بالبشر، وخلال من خلال هذه الصور تم التعرف على احد الحراقة الجزائريين الموجودين ضمن الاشخاص الذين كانت تحجزهم داخل بيتها، وقالت انهم قالت والعهد على الراوي انهم بيعوا لها من قبل التونسيين في تونس. نعم هاو الابن وهذا باباه راهو موجود في عنابة في الدرعان، ولد عمي زيتيوي وعليه اثار التعذيب وراو تعرف عليه وقال لك هذا ولدي. نحب نعرف السلطات لماذا لم تتحرك، وراو بعث هذا الاب هذا بعث للسلطات الجزائريه وبعث للسلطات الرومانيه. نعم. يطالب فيها مصير ابنه، لكن لحد الان هاو الشاب وراو كاين في الصور اللي هنا تشوفي ونشرتها على الفيسبوك الوضعيه اللي هو فيها الابن هذا، ويقولوا في قناه في جريده الخبر اولادنا مخطوفين ما همش مفقودين. أولادنا مخطوفين ما همش مفقودين. هذا تصريح لأولياء هؤلاء الحراقة. على كل حال لديك الكثير من الملفات. أكثر من هذا عندي. نعم. وكل ملف ربما لديه خصوصية. نعم. سيدة ملكي. حديث عن اتجار بالبشر وآخرون محجوزون إلى غاية الآن داخل السجون التونسية. ربما أدع لك الوقت لتمرري الرسالة للسلطات الجزائرية، ما الذي يمكن أن تقولينه؟ أنا وش نقول للسلطات الجزائرية؟ صحيح أولادنا غلطت، صحيح أولادنا راحوا وسافروا وهجروا، لكن ما جاتش الهجرة هذه عشوائية، لضغوطات لظروف لمشاكل. وتكلمت هذا في قناة المغاربية لما طرح عليه السؤال عثمان على الوزير الإيطالي اللي جا باش يسلم لنا أولادنا، أنا قلت له ما يهمنيش أنا لا الوزير لا نقولها، ومشاكل كان مشاكل في العالم كامل، ماهيش مشاكلنا في الجزائر فقط، البطالة وأي شيء في العالم كامل. أنا نقول رانا حطينا أنا والسيدة الياني وهيبة المحامية، حطينا في وزارة الداخلية، في وزارة الخارجية، في عند في المجلس الشعبي الوطني،
حطينا في الانتربول كل الابواب رانا طرقناها، وغدوه في وزاره الخارجيه طلبت منا كل ملف على حده وبالشهادات والحياه وكذا، كذلك قال لنا توجهوا للقنصل التونسي، لكن نطلب من السلطات ونطلب من الرئيس بوتفليقه، هذم اولادنا، انا في تونس لما شاركت في تونس في الارض في الهجره، وجاو مكسيكيين وجاو ايطاليين كل قالوا لي كاين اتفاقيه سريه تقول لما تحكموا حراك جزائر، قلت لهم ما كانش منها، انتم ربما تعملوا هذا، لكن الدوله الجزائريه ارهابيين من غوانتانامو وجابهم بوتفليقه، ارهابيين من بغداد وجابهم بوتفليقه، هذو ما حراقه ما همش ارهاب، هذو ما حراقه يا تونس ما همش ارهاب، وعليك نسترجعوا اولادنا، وهذا قلتوا في تونس لا في جمعيه الارض. نعم. كذلك السيده فقط نقول حاجة واحدة نقولها للسلطات الجزائرية، تستمع لشهادات رفض السفير الجزائر بتونس، رفض الاستماع إليهم حتى السلطات الجزائرية، لذلك باعوا ذهبهم ومدوهم لأي واحد يجيب لنا معلومة يمدوا لهم سواردهم. كذلك وش راح نقول شيء آخر في من هنا من قناة الشروق، إنها تفتح تحقيق معمق في هذه القضية، وتروح لتونس وتروح للسجون التونسية، لكن السيدة الياني وهيبة رانا رايحين لتونس، وسمح لنا لما رحنا لوزارة العدل، ونشكر السيدة التي دلتنا ان في كاين اتفاقية بين تونس والجزائر في توظيف محامين في القضايا في جزائريين في تونس او في الجزائر في التونسيين، وبربي نفتحوا تحقيق وبربي ان شاء الله الحي نروحوا به والميت ربي يرحم، هذا ما راح نقول ان شاء الله يا رب. سيده حده نخليك انت تكملي، كنت وجهتي رساله للرئيس، ادع لك الكاميرا مجددا لنداء اخير ربما يلقى اذان صاغيه. يا رئيسنا العزيز الغالي، ربي يسترك ربي يحفظك، هذو الدراري صح غلطوا، بلادنا صغار مساكن حبوا يشوفوا بلاد الخارج هذه وزي كيما الناس الكل يعني، الغالب غلطوا غلطه وانت صلحها يا سيد الرئيس، انت هو امنا، انت بابانا، انت في الجزائر، انت اللي نسعبك في الجزائر، انت اللي تحكم علينا، وانت اللي تشرف علينا، وانت اللي تزهينا وتفرحنا على وليداتنا ان شاء الله. ونشكر قناة الشروق ونشكر سيادتكم كلها. يعطيك الصحة سيدة حدة عزازقة أم بلال أحد الحراق المفقودين في تونس. شكرا جميل. وسيدة ملكي سورايا الأمينة الولائية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان، شكرا لكم. الأكيد أن القضية للمتابعة. شاهدينا الأكارم الظهيرة الرياضية بعد الفاصل.